وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التحية لأرواح الشهداء، كما قدم الشكر لرجال القوات المسلحة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تسمح أبدا بأن يفرض عليها أي شيء أو تصفية أو قضايا إقليمية على حساب مصر. كل ذرة رمل هنا إحنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح، بس ما حدش يقرب منها. أعتقد دي رسالة واضحة أنا ببدأها النهاردة ترد على حاجات كتير، وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الأخيرة. مصر مش هتسمح أبداً مهما كان إن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا.